بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الأربعاء الموافق 6 مايو سنة 2015 انعقدت الجمعية العمومية للمجلس القومي لشؤون القبائل المصرية برئاسة الدكتور فتحي عامر رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس، وذلك لإعادة هيكلة المجلس. ولقد اتفق المجتمعون بعد التشاور فيما بينهم بالإجماع على التالي: أولاً، اختيار العمدة أحمد طرام رئيساً للمجلس. ثانياً، تم الاختيار كذلك بالإجماع كل من الشيخ كامل بطر عضو المجلس الرئاسي لقطاع شرق. 2، الشيخ عبد الله جهامة عضو المجلس الرئاسي لقطاع سيناء. 3، الشيخ كمال تقادم عضو المجلس الرئاسي لقطاع جنوب الصعيد. 4، الدكتور سيد حزين عضو المجلس الرئاسي لقطاع وسط الدلتا. 5، النائب حسن أبو فخرة عضو المجلس الرئاسي لشمال الصعيد. 6، اللواء خالد خلف الله عضو المجلس الرئاسي لوسط الصعيد. 7، الأستاذ محمود إسماعيل ضيف الله عضو المجلس الرئاسي لقطاع الإسكندرية. 8، المستشارة تهان الجبالي رئيس الهيئة القانونية. 8، المستشار عصام الجهيني الأمين العام للمجلس. 9، الشيخ عيسى الخرافين رئيس لجنة الحكماء بالمجلس. 10، الشيخ سيد الإدريسي رئيس لجنة المصالحة. 11، الدكتور نعيم جبر المنسق العام للمجلس. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك يا حضرة الله. مبروك، ربنا يعينك. الله يبارك فيك. مبروك، ما شاء الله التوفيق. ربنا يعينك ووفقك يا رب ويسدد خطاك ويجعلك ان شاء الله قدم سعد على مصر كلها. امين يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك على الغالي. الف مبروك. وعنك الله، ربنا يعينك ويسدد خطاك ويجعلك قدوة لكل الصالحين. الله يبارك فيك. الله يعينك. الله يعينك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا مش ببص على واحد كمان. أو أنا مش محضونه عشان رئيسي دلوقتي، عشان حبيبي كمان. الله يسلمك. أنا طبعا أنا بشكر. المفروض يقول كلمة العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اجعل أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أولا طبعا أنا بشكر زملائي وقياداتي وكباري مشايخ وقيادات المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية على هذه الثقة الغالية. وليس معنى أن أنا أكون يعني أولوني رئيسا للمجلس أن أنا أفضلهم، ولكن بالعكس أنا أقلهم، وبالتالي لا نستطيع نخطو خطوة في العمل المجتمعي من أجل القبائل المصرية إلا بهذه القيادات بهذه التوجيهات. وأصغر واحد في أي قبيلة يعتبر يعني أنا خدامه، وإن شاء الله ربنا يعيننا على أن احنا إن شاء الله نصل لهدفنا، وهو تنمية مصر والحفاظ على أمنها. وإحنا طبعا يعني بنعتبر نفسنا ظهير للقيادة السياسية ولقواتنا المسلحة الباسلة، وإن شاء الله نكون عون في القضاء على الإرهاب والتنمية في مصر. وفق الله الجميع. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. أولاً إحنا لما حطينا الثقة في الشيخ أحمد طرام لأنه أهل ثقة، وإذا كان هنالك مخلصين في المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية فهو إمام المخلصين وإمام الساعين إلى الخير. وإحنا دايماً حطينا الرجل المناسب في المكان المناسب، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على مسؤوليته، لأنه هو قدر هذه المسؤولية وأهل هذه المسؤولية. والسلام عليكم ورحمة الله.